الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعين كل احترني بابك كورميي الاستغاثة والدعاء، الدعاء والاستغاثة بغير الله. صنفك رحمه الله تعالى وحو الشاقي لتحقيق مقصود الباب خمسة أدلة، شن دليل بو الشاقي حقيقي انت مقصود كباب كواء بريض الله بري إله سبحانه وتعالى عدان هين بريض عبادة أه يا إلهي عدان هين اللي ويديستو نباطين وكادوا القاضين الشرك تاي. الدليل الأول وقول الله تعالى مو قول الله تعالى مو باب يهي الأول ولا تدعو عابد من دون الله إلهي سبحانه وتعالى سكدي أما ولا تدعوها بري من دون الله ما شيء لا ينفعك وحبانك قطرين هداد بريده ولا يضرك وانك نبي كارين هداد بريدي سديس وإن فعلت هداد صايش فإنك أذب إذن مركعة صدايش من الظالمين وحد كم يتهاي مشركين وإن يمسسك الله هدو إلهي كتابسية بالضر نب فلا كاشف مدفيدا له نبكى وما الصغنان إلا هو إلهي سبحانه وتعالى مويانا الآية ولا تدعو من دون الله لفظيا ظاهر كي سوحا وي هذا الكون قوة شهية النبي عليه الصلاة والسلام علماء قال أيات ديدي وحاني حجيستنا أن وقوع الشرك من النبي مستحيل إنه الشرك النبي كدعا ومستحيل بين هذه وحاني آيات أقدر لفظك أقول وعترى النبي محمد أضدتك الله هذا ولا تدعو من دون الله سيدة أقرب كأي ظاهر لفظ وافق صني آياتك لنا وأن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وإن نبي قلفتي صلى الله عليه وسلم نبي قال مرك لرادة شركها السمين تاكد لن ما يسو شركين وكدعا إن يسور تودو أيضا مركا وحي لم ينقل إساؤون قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين المراد بالآية نوح نقول يا بيان الحكم عاما له ولغيره إن الرسول كون الله لهض لهين العدين يحكم نبيك إيو أمدي سبع عامه علماء أصول الفقه جماهير تودون واحد كتاقين أن الخطاب الموجه إلى النبي عام له ولأمته ما لم يرد دليل يخصصه به هذا الرسول كالقوة جهاء إنه رسولك قارهين رسولك يوم الدي سبا وخصايا إنت هذا السؤال دليل نبيك قاري لي معناها يدو حوى يسوع قال إمام السعدي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك إن عبدته ودعوته عابدين هنبرين إله إسو كديم إذا وحبكو قطرين أداد عابدو أدبريدو ولا يضرك إن تركت عبادته وأن ابنكو قيسان كرين أداد عبادة سي عابد سي سيسكد إسو وهذا وصف لكل مخلوق وصف مخلوق ولم يوليه أنه لا ينفع ولا يضر بذاته احتري وحيالته وأنا إسكي صوم الله إنما النافع الضار هو الله تعالى أيضاً عليك تسين إساء بريض إلهي سبحانه وتعالى عيدان أهين لبرياء إلهي الشرك تاي وعليك تسين إساء أن فيها النهي عن دعاء غير الله أيضاً وحا كسوغان ديد ما اللي سود دي بريض عيدان إلهي لبرياء ولا تدعو والنهي ودل ذلك على أنها خاصة بالله مرهد للإلهي عيدانين هبرين إن إلهي سبحانه وتعالى كقار تهي خصائص تيساي كم تهي أي تهيس الدليل تهي مره الدول شيء إلهي كقار يهينا وعباده فيكون جعل الغير إلهي الشرك إلهي عدانا هدي الله الصمي الشرك بين غالي سبحانه إلهي كقار وجه اللبات فيها أيضا وصف من دعا غير الله بالظلم إلهي عدان هين قفك ببريا آيات دوحي كسفة يسي الظلم فإن فعلت فإنك إذن
من الظالمين. والمراد بالظلم هنا الشرك. ظلمي قناوة حلقة كذا الشرك دلت على أن من دعا غير الله مشرك. وشي قال الله بعضنا يد وحي نقطس السي إلى عدان قف كبرياء إنه يا مشرك. ولهذا يحرى ابن جرير فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين. يقول من المشركين بالله الظالم لنفسه. استدلال كنوع عاسي أيد اللود اللي شد الدعاء وغير الله إن الشرك تهاي. وحوانصح يا إذا قلنا إن الدعاء في الآية هو الدعاء الطلب والمسألة. أدنى رأنا الدعاء دا أيد اللي وش يقول ولا تدعو والدعاء دي سؤاشة يويديست كعيد. علماء من ويسكو خلافين المراد بالدعاء في هذه الآية. الدعاء والعبادة باو معنوها عابد. سواء الدعاء المسألة وها برين وحناها كالظلب. فسرين تقاروح الرجحين دعاء إلى إتهاي الدعاء العبادة معنوية ولا تدعو أي لا تعبد. ابن جرير باكم يدى رحمه الله تعالى ركاية فسرين وحده يقول لا تعبدها راجيا نفعها وخائفا ضرها فإنها لا تنفع ولا تضر. وعكم إذا القرطبي ولا تدعو أي لا تعبد ويأبود معنيه. لكن مصنف كالإمام محمد عبد الوهاب يأين بضن وكم إذا شراح كتاب التوحيد جعل الدعاء في الآية بمعنى الطلب والسؤال. دعاء دني والدعاء دي بريضة يويديسة كاهيد بينهن. يقول تاكم لي صيرا أيد وحي ودلين شدين على أن الدعاء الطلب عبادة فيكون جعله لغير الله شركا. علماء مركا علماء التفسير والإمام محمد عبد الوهاب يشرح الكتاب وجه الرئيسي دعاء هذا الغش جئنا تايد دعاء الطلب والمسألة نواتيران. وعكم إذا الإمام الصمعاني رحمه الله صنعاني ما هو الصمعاني بالميم تفسير بولاية هاي سلفي على اعتقاد أهل السنة كصعدة. وعلمك أيضا فسير أيه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الدعاء يكون بمعنى يين رجع الدعاء لما معنوا يا شباب أحدهما بمعنى النداء كقولك يا زيد ويا عمرو والآخر بمعنى الطلب. وقوله ما لا ينفعك ولا يضرك معناه لا ينفعك إن دعوته يعني أحبك قلت ريا الضاد بريضة ولا يضرك إن تركت الدعاء لابن أنكو قيسان كان الضاد بريضة سجوتيس. وقوله فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين يعني ممن وضع الدعاء في غير موضعه. ظلمي هو وضع شيء في غير موضعه بريضة ميشي دي ميلان هين مدي قيبا بنقون إنسان ودي إلهي ند بريضة أبايا هين كإلهي عدان هين بعد بريضة. مركات الدعاء في الآية والدعاء الطلب والمسألة أي استدلالها على أن الدعاء الطلب والمسألة شرك وانصحية. الدليل الثاني قوله فابتغوا ضلب الرزق رزقك ضلب عند الله إلهي أكتسون حال أياه واعبدوه إلهي سبحانه وتعالى عبادة وخالصية له واشكروا له أمة هدنقة وإليه ترجعون. إلهي حق سأل يدين علين يعمل كيسو يدين كواب المرينية. وقال فابتغوا أي أطلبوا ويرمعني هدو عند الله رزقنا إلهي أكتسون رزقه كالضلبة يعني إله رزقه ويديست رزقه أولادها النقضة أرساق لعناء من لعباء ما سكال الله استعمالها النقضة إلى عند غيره إلى عدان هين كالضلبين لأنه المالك له سوري بن كثير إلى أم رزقك هيا وغيره لا يملك شيئا من ذلك. عدان إله إن أرزاق ما هي الصور أيضنا الكين نقدت سنسا دعاء غير الله إنه يهي الشرك وحي نقدت سنسا فيها قصر طلب الرزق من الله فقط.
رزقك الدلب كيسي وحلقو الريين إله ولا قد دلبه. وعند الله ضرف كاسي ابتغوا فعل كور يكوت علقه يا مركا حسري با كجره وهي كدغنت ان ليري الهي او قورا ارساق ويديس عيد كلا ويديسين. وفيها الحكم على من طلبه من غير الله بالشرك الى عيد انا ينقف كارزاق ويديستنا وحلو حكمي شرك وحتى تاكيدنا يا في صدر الآية أول الآية وحكوتشرة إنما تعبدون من دون الله أوثانا كذب الله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ووحل التصريحيين بريادي أرزاق دي يوحل لمدك ويديسين عدا الإله إن إنها هيد شرك يوثانية واتر إنما تعبدون من دون الله أوثانا فلا يدالة على أن الرزق لا يطلب إلا من الله. أيد واحد سنة رزق إلى عدارة إن الله ويدي سنكرين. صعب تأن الله ويدي سنكرين وامحي. لأنه لا يملكه إلا الله ولا يقدر عليه إلا الله. إلى أي مو يعني عدك له وهاي سامة شرتو. إلى أي مو يعني عدك له أودع إن عدار زاق ده مشرتو. ومثل الرزق في ذلك كل ما لا يقدر عليه إلا الله. رزق جم حالا من نقرية. للرزق قصبت لو يري إله أم كبريا وفك إله عدانا إن كبريا أنا ومشرك وحوية إنه رزق قوي هاي مد إله ما يعد كلام بحين كريم كرزق محل حكم نقانا كل ما لا يقدر عليه إلا الله لما نأرن إله عدانا رزق ويدي سنين إذن كو اعتقاد سن عداس يعني ربي تايم صفات الرب إنا إلا ضحي مجرد طلب الرزق من غير الله بل الديد الى عيدان هم الرزق اللي ويديست ايا الديد سواء اعتقاد الربيه الله صعد ما الله صعد لما كلا قادم من طلب الرزق من غير الله فهو مشرك لانه لا يقدر على اعطاء الرزق الا الله رزق الله ام باب حنكر ومثل الرزق في ذلك رواب حي كل ما لا يقدر عليه إلا الله. مركا هيد محيد دليل طاي أن من طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك سواء اعتقد فيه معاني الربوبية أم لا. ولهذا يوحي الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في الآية الرد على المشركين الذين يدعون غير الله. الدليل الثالث وقوله بباب إلهي ويري ومن أضل متكبادي يسني متشرا ممن يدعو كبري من دون الله إلهي سكدي من مدبري لا يستجيب له أن دعادي بريدك أقبلها إلى يوم القيامة وهم كواس لبريانا عن دعائهم كوا بريا يبر يدو دغافلون كوان أغين بوي. وإذا حشر الناس ضدك مرك الله صور ريو يوم القيامة كانوا لهم أعداء كويل بريا كوي بريا عدو بيون قونيان وكانوا وحيهانيا بعبادتهم عابدستي لعابدي يبر يدا يوحي لمدى لغو عابدي كافرين أي متبرئين جاحدين كوا كبرين قضاء والديدة أيين غنيا منطو واستفامية وأنا استفام إنكاريوي وبمعنى النفي سينو عيدة في صومالها نقوم علينا كمعنى عيدة وحن غنيا لا أحد أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة عد كبادي يساني متشرتو كبري يمدان أتشيبهين إلى يوم القيامة أدادو ملكو وقتهاي الشك واستفهام تنكاري قوى بمعنى النفي وتزيد على النفي بالتحدي نفي بيتوسا يديدمو وحايت ديدمو دي النفي قناد ليرتهي التحدي ما تشيرا عرين كاسية ولا دقو هدادوك تهي شك وعرين بامركا الله صعوته أضل الضلال هو الخروج عن الطريق المستقيم عن الطريق الصحيح والصراط المستقيم والدد الصح دي التوصان إلا قبح هي الضلال هذا ضل الطريق
ممن يدعو الدعاء هنا والدعاء المسألة والطلب متبريه ويديسرية وكالضلبية محاو الدليل قرينة تصنع سواء محايا الدعاء في الآية التي الدعاء والطلب والمسألة هي من لا يستجيب له نفي الاستجابة والدليل على أن الدعاء دعاء ومسألة وكذلك وهم عن دعائهم غافلون ولهذا ابن الجرير حول ملكو آيات فسيري وأي عبد أضل من عبد يدعو من دون الله آلهة لا تستجيب له إلى يوم القيامة يقول لا تجيب دعاءه أبدا وأن دعدي ساتيبا وليقود لأنها حجر أو خشب أو نحو ذلك قبره وكله من لا يستجيب له أي لا يحقق له مطلوبه إذا نحق يتشين كارين وحان ودون أيو الرجين أيو وهم عن دعائهم غافلون وهم مدعوين تاهي عن دعائهم داعين تيقوى برية دعاته كهم ضميرك سوى مدعوين تيقوى برية عن دعائهم ضميرك كتيرانوا داعين تون غنية كقوى برية قوى برية برية دودة غافلون وقوى أن أغيبا إلا يدركون طلبهم ولا يسمعون الدعاء وركوا في حكم الغافل الذي لا يدرك ما حوله صابتنا وحي لأنه حنا بريان وأصنام وجمادات وأموات يددنتي وغائبين مقن ومصافد يحكم مقل الهايين كبحسن وجد دلالة الآية على مقصود الباب وحويات سيوتسين ساد دعاء غير الله وشركية وعيوتسين ساو فرسو أن فيها أن الذي يدعو الأصنام والأموات وصل في الضلال غايته أن الذي يدعو الأصنام والأموات وصل في الضلال غايته وهذا الوحي الشيء قف كبر يا أصنام يا أموات يا غائبين ضلال كيالو ميتانك هالك ودن بيسين وكقاري ومن أضل عد كباد ييسان ما ترتوي سقعوا قباد ييسان ضدك غاية الضلال وام حياة دبا بادي دينيت والدين مركالك بادي يوبو هالكيبا ودن بيسا الشرك والكفر غاية الضلال والكفر والشرك مركالك بريئي أصنام إيا أموات وحلقوا حكومي بأنه في غاية الضلال صمع غاية الضلال لا ومحي الشرك والكفر وغاية الضلال الشرك والكفر فهذا الدليل على أن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ودعا الأموات والغائبين فهو مشرك فسوحد سنة ساعة وفك إلهي عدانا هين كبرية وإلهي من عدك الآن أودين أما برية جمادات أما أموات أما غائبين إنه ياهي مشرك وفيها أن دعاءهم عبادة لهم وحكا لا يدك كتير تبرية قوى الله برية عابدس لعابدينت فالقيكك كتيرتا وكانوا بعبادتهم كافرين وأول الآية محال قش يا جاي دعاء ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له الدعاء والطلب والمسألة آخر الآية الدعاء دي مقعب الله وياه عباد وكانوا بعبادتهم كافرين مرة دي عبادة الله قش يا جاي بريدينا صرف العبادة لغير الله الشرك وفيها كذلك وصف فاعل ذلك بالكفر وحكى لو القسفي قف كارنتا سميي كفر بالقسفي مركز الدحلة وشبه آياتك تسرسا دعاء غير الله إن يتهاي الشرك آيات دنوا من أقوى الأدلة على أن الدعاء قد يكون عبادة من العبادات دعاء المسألة والطلب إنه عبادة نقول مرة غير كل وهي ممن يدعو من لا يستجيب له وكانوا بعبادتهم كافرين لبدا اسكحت حق صباح حياة دعاء المسألة والطلب إنه حال ذاها قار كود نقضوا عباده وعن الردين كتاهي مشركين تأي قبوريين تأي عدان هاي وحول بوي دي سرية ويدعون الأموات والغائبين ورنية الدعاء والطلب والمسألة عبادة من نقضوا ورنية
waxyaabaha ay xujeystaana mashubahaad kood waa badayn waxa kamid inay raadaan qofka markaad wuxuu qofka noole kula jooga wuxuu awooda haddaad weydiisato weydiintaasi miyay cibaado tahay soo may odhan mays ilaa khilaaf dee waa maya taas uu nool yahay waanu kula jago waxaad weydiistana wuxuu awooda marka say suurtagal ku tahay inuu sheegu marna cibaado noqdo marna aanu cibaado noqon salaaddu may suurtagal tahay inay marna cibaado noqoto marna aanay cibaado ahayn oo ilaahay cid aan ahayn loo tukan karo oo maya taa xalkeeda hore inuu sheegay waayo waxaynu nidhi cibaadaadka laba ah shay mar walba cibaado ah iyo shay xaalado gaara cibaado noqdo qaacida may nagu waafaqsan yihin qubuuriyiintu se nagu ma waafaqsana way nagu waafaqsan yihin bidaliil inay ku odhanayaan ducaau gayri illaahi wuxuu shirki noqonayaa ida ictaqada fi lmadcuwi alrububiya dhammaantoo kutubtada saasaa ku qoran baryada ilaahay cid aan ahayn la baryaa waa shirki goorma ciddan uu baryaya hadduu ictiqaado inay rabbi tahay ama sifaatkii rabbi ay leedahay kalkhalqi waalqudrati cala alikhtiraac marka maxaad ugu haystaan bay leen soo idinkan ducaau talab walmasala idinka laftiinu leh marka ictiqaadkaasu raacana waa cibaado oo waa shirki markaanu ictiqaadkaasi la soconna cibaado maa idan ictiraadkaasi halkaasaa lagu afwaajinayaaba ilzaamku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu qawisan khusuumta iyo mukhaalifiinta waxa weeyaan lagu radiyo qaacidaad ugu waafaqsan tahay saaad u diidaysaa baa la odhanaya marka min muujibaati lkufri maxaa laga dhigay fii hadii alaaya waxyaabaha kufriga waajibiya طلب العبد ممن لا يقدر على إجابته الضونك إنو بريو عيدان أود اللهين بريدي سينو كتشوابه من وجوات الكفر صلق مدرم هذا واحد دليل طهي الدعاء والطلب والمسألة حال الضعف إذا كان ممن لا يقدر إذا كان الطلب ممن لا يقدر على إجابة الداعي إن الشرك هي كفر طيب وهي waxaa la mid a qowl llaahi tacaala in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma istajaabuu lakum wayowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum ducadii awalu hadii aaya lagu sheego in tadcuuhum oo ducaau lmasala waalطalaba oo la yidhi walow samicuu ma istajaabuu lakum yowma alqiyaama maxaa la yidhi markii laga hadlay yowma alqiyaamati yakfuruuna shirki baa lagu sheegay wax kaloo mujarad ducaa waalطalab baa shirki lagu sheegay ida kaana fii ma laa yaqdir calayhi ila allah wax kaloo qur-aanku raaciyo ah haddaad ictiqaadaan annahum yakhluquuna aw yarzuquuna aw yaqdiruuna cala alikhtiraac waxaasoo dhan lama raacin taas maxay daliil u tahay ducaau gayri illaahi fii ma laa yaqdiru calayhi ila allah iyadoo ictiqaad kaleba aanu raacin inay tahay shirki inay tahay ayay daliil u tahay waay lihada ibnu kathiir raxima allahu tacala labada aayadood uu isku xidhay aayaddan baabka iyo aayaddaa kale aynu akhrinay daliilu raabic qowluhu wa qowlihi ayuu baab yahay ilaahay uu yidhi amman yujiibu macnaa ma ajiibi karo almudara qofka dhibaataysan idaa dacaahu markuu baryo wayagshifu sua dhibka kama dulqaadi karo yacnaa ila allah macnuhu waa sidaa wa istifhaamtu waa istifhaam inkaari oo bimacna nafi marka macnaa ayaddu wuxuu noqonaya laa yujiibu lmudara idaa dacaahu ila allah midka dhibaataysan ajiibi kara wuxuu ka dalbay siin karaa ma jiro marka uu baryo ilaahi subxaana wa tacaala mooyaane almudaruna wahuwa aladii asaabahu duru waa kaay dhibaatadu ku dhacday waduru huwa alkarbu waaljahdu shadiid waa dhibka iyo kadeedka daran weeye walihaada wuxuu ihi albagawi aman yujiibu lmudar tafsiiru lbagawi waa min atafaasiir salafiya weeye albagawi waa imaam fi sunna wakadalika imaamu fi lfiqh
أصحاب الوجوه فقه شافعية يكمدي المكروب والمجهود بوري نوحل أورانكرا قف كان لبنايني هدو إلهي بري إلهي ميانو أتشيبين إلهي هو أتشيبين يا صنع حاود دليلة قف كي بري إلهي ميانو أتشيبين مضرا كان أو غير مضر أيه وقال ربكم ادعوني استجب لكم هذا بقى المضر هل كان محاله وشاقي الإمام الصمعاني في تفسير كيسكول إنما ذكر المضر وإن كان يجيب الدعاء المضر وغير المضر لأن رغبة المضر أقوى ودعاءه أخضع أقفكم مركو لبيا هاي رجدا يدونستي سايات وحوق بضل خضوع إله وخضوع يتذلل يانا آدي آد بوحيل ديري مركا واحد للصعداء دعاء المضر صفات دعاء غير المضر آن الهين وإجابة مركا سؤال دويري ويكشف السوء أي يزيل الضرر النازل بالناس سوليات لباطلة ضدك قد عذا مركا السوء هي الضر بحيقك للدوين السوء ما يسوء المرأة ووحك استوقف كحماية أنا غفك وكحما هذا وهو دون الضرورة ضررك هي الضرورة وقوصية لأن الإنسان قد يساء بما لا يضره غفك وحن ضرر يجب أن كوا هاي مكحمان كرابة لكن لا ضرورة لكن كل ضرورة سوء كل ضرر وسوء وليس كل سوء ضررا ضرر كاستاذ غفك وغفك وكحمان يا لكن واحد كاستوقفك وكحم هذا ضرر ما لهذا والله بدلك على قاد ويجعلكم خلفاء الأرض يجعل بعضكم يخلف بعضا لا يبركي وحكي لك وبركك لا أدوية أسوي دارت ويموت جيل فيخلفه جيل آخر جيل بعد ما يمشك بحياة مت كلا يسوي دارني وحكلوا لجعلكم خلفاء الجن في الأرض سورة البقرة قصلا وحيل هيد إن كان قوة شينك يقولك الدجناء يعني هو إدارت وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خليفة سوى آدم يدر يدس يا خليفة كائن يقولك يسوى إدارتين الله أعلم شين باليري وحبك الله وليري أي إله مع الله استفهام تريد ولا استفهام إنكارية بمعنى النفي أي لا يوجد مع الله إله آخر يستجيب الدعاء المكروب ويرفع الضر عنهم ما تشير إله كلا وقفك لبان دعادي سأقبلا لباطلنا كدو القاضة ولبا لصع آيات داري آيات كلا أي لسعت جاءت في سياق آيات كثيرة ذكر الله فيها جملة من خصائص الله آيات كلا إلهي وكشاقي خصائص إلهي سبحانه وتعالى قضى بك من ذحب إلهي ولقاركي والتي أقر بها كفار قريش أو كفار عرب خصائص تاسو إلهي إنو لقاري هاي يقبا يقر صنائل وذكر من هذه الخصائص استجابة الدعاء خصائص تا إلهي محوك الدري وحيابا إلهي ولقاري وحكم إذا بريك استا يضلب كستو القوة تشهو إنو كتوابك تاسو أمد إلهي وقارة مخلوق ليه مجره مخلوق مركا حيق حاضر كاي وحيابا قاربو أودا وكتوابك وما الله وحوين قدرة مطلقة على الاستجابة قدرة سيد ديسان وان قيدنين والله مركا القدرة على استجابة على الاستجابة لكل طلب والسؤال ومن خصائص الله مركا وقف كيرا إلهي عدان هين با وحكا ستو عن كبر يو إيقا أقبالي كرو السين كرا الرنتي إلهي ولقار كاها أي إلهي عدان هين ويالي قفك وح إلهي مو ينعدك لأني أوذن وح إلهي بلقى رسامة إلهي عدانة ويديستنا وح إلهي ولقاركها أي مخلوق أسي وهذا الدل على أن استجابة الدعاء وتفريج الكروبات من خصائص الله إن ذاتك كربوين كالقد القاضة وبريادة لقاء تشيبا خصائص إلهي بكمت مركا مرة دي خصائص إلهي كمت هاي جعلها لغير إلهي محون غنية شرك ونغنية وجد دلالة إلهي على مقصود الباب وحوية أن في أنه لا أحد يجيب المستغيث المضر ويكشف عنه السوء والضر غير الله ما تشير أحد
أجيبي كرا كبريو تمية دبان دب كنا كدل قادي كرا يوحى وكحمية هيبة إلهي مو يعني ما تشير أحد كلا. ومن اعتقد في غير الله أنه يكشف الضر ويستجيب الدعاء فقد اتخذوا إلها وصفات إله لقى إله لقى رهاية وفي إلهي عدان هين كاعتقادة إنه دب والبكد القادي كرا الدعاء كستنا كأجيبي كرا إلى أبو كاكا دكتور سقو مجمع الدنيا يبه وبحية وقع في الشرك شرك جنا وكرعي. وفي آخر الآية إله مع الله قليل ما تذكرون إله مع الله محيط سنس أن من دعا غير الله أو استغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد اتخذوا إله كإله عدانا هين بريا وليب كبر يوح إله ما يعدك الآن وأود عدا إله مكرك توايا خصائصتي إله أيوسي عداس. الدليل الخامس وروى وحوري الطبراني بإسناد وحكوري أنه كان إنو تشري في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقت النبي منافق ونين منافقة أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر إسلام يوم وشي سنة يقال من غر سنة كاسو يؤذي المؤمنين المؤمنين تقليب تشري. فقال بعضهم ومؤمنين تقاركود وحي لها يقوموا بنا إنك عيه استغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أنه كبر إنه ويدي سنه يعني إنه إنه قد دفاعه من هذا المنافق منافقا بكيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحيري إنه أرنوحي لا يستغاث به أنا قال لي مبر يقول لي ما ويدي ستو إنه العدد بكد القاضة وإنما يستغاث بالله إلهي أيوم بالقبر يا نبكى كويستين وكاد القاضي الحديث. طبراني باوري حديثك في المعجم الكبير سدح معجم بولي طبراني الكبير والأوسط والصغير كحديث كان المعجم الكبير أي كوري وأنا ضعيف وروي من طريق آخر عن عبادة بن الصامت وهو ضعيف السنة كيسة وحكتر عبد الله بن اللهيع والضعيف لأنه مختلط وهو اختلط في آخر عمره كتبت ما كنقو باتي حفظ دقيس نويس كل أحياء. وفي إسنادي اختلاف اختلاف رواد واختلافين لسنة كيسة وكتر معنا اضطراب حديث كعلماء ضعيف سواء كم إذا ابن كثير وتفسير كيسة كوري مركو حديث كان صور نقلي ابن أبي حاتم بك صور نقلي ابن كثير تفسير كيسة حديث بالسند بك كان سيد غالب كأه وعنو انت بضان كصور نقلاء مسند كأحمد وكذلك حديث بدل وحكى صورنا قيلا تفسير كابن أبي حاتم وتفسير ابن أبي حاتم من التفاسير السلفية التفسير قيم وهم وحول هذا الحديث غريب جدا ومعناه دي هو ضعيف وعكلوا حديث كضعيفي شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله يسألون حديث ضعيف يا أبو شاهد حديث كان دليش جيسة مسألة استغاثة اللود دليش هذا وحوجه الرئي الشيخ محمد عبد الوهاب الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله تعالى وحول رديين من كلا راهذا البكري وحوله كتاب كلا راهذا الاستغاثة في الرد على البكري وأنا مطبوع سقوا مجلدة هي سقوا لبا مجلدة هذا طلبة علم التوحيد العبادة أنا آد بمهم وقوية كتاب كاسو كلا ويوحك التوابية فيه الجواب عن شبهات المستغيثين بغير الله بكر وكمديه إن بضنوا كمدا متاخرين تقبوريين تنا بكر هذا الكيس هو اعتمادا ساعة علوي مالكي سعودي قايا وكلا علوي المالكي نوحى الردية الشيخ صالح بن عبد العزيز وحو قرأ كتاب لراضو مفاهيم ينبغي أن تصح شيخ صالح بن عبد العزيز العالم الجليل وحو قد شواب كتاب لراضو هذه مفاهيم لا شبهات كي سوكو نقدي نكا بكر لراضو هدبا شيخ الإسلام بن تيمية وحقو اعتراضي دليش يقو حديث كان دليش هذي والبكري يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية وقال يسيني ومركز صوحي ورانيا
والكلام على استدلال هذا الكافر الضال من وجوه. الكافر الضال ابن التيمية وقد شيئا شوابت لقد شوابي يدليش يقيسا سوى من وجوه. الأول عدم تسليم صحة الحديث لو حديث كريم الصحيح يا هاي وصلى ما هدوك شغل سلاي ابن التيمية رحمه الله تعالى أياك شوابي شغل سلاي ابن التيمية لفتي سوحل والجواب عن هذا الكلام عما فيه من الجهل والإلحاد والحلول والشرك في الدين والافتراء على الله والرسول وعبادة المؤمنين أن يقال هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه. وحن هذا لو حن قلت شيء هذا مسألة دونية إذا تفهمتان وضد بضم بايرا هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب محو حديث ضعيفة وكاني كتاب التوحيد. شيخ الإسلام ابن التيمية أياتاك الجواب يوحو ليه هاي جوابته حوية إلا إذا هذا خبر كان له مكان للاعتماد. فرق بيبعون لحياة حديثك إن لو كانوا للاعتماد هذه الاعتماد والدليل كحكمك اللي قلت سيئوه يهي وحشار دينه صحيح يهي. لكن هذه لو كانوا للاعتضاد إنه بابك المسألة وأدي لك لا إله ضعي واللي قلت حوتين أيوه شار دي ما هينه صحيح صار ضعيف ضعف مركة محتملة والدليل شنكرا للاعتضاد بالو الدليل شنكرا مراها ميد بن التيمية محمد عبد الوهاب يا إلى قارين مثل الناس بل صحيح مسلم صوم تقانن وحكينا وكوكينا في أصل الباب أسانيد وحويان صحيح وكالشمسية كدي من وحو لقايا بحديث كلفتي سين وكينا والإمام مسلم يكثر أو من خصائصه التي فاق بها البخاري جمع طرق الحديث إنه حديثك قولي أنت أسود سند وكيرو خصائص تصحيح مسلم بيكا مثل بخاري وكغسر ريو مركاوي حكينا يا أسانيد دي صحيحة هيد للاعتماد كد منو حكينا يا حديث أسانيد ضعيفة بكيرية وحديث كلفتي سولي وكيري ما يلي الاعتماد وحكينا للاعتضاد أيو كينا يا كان التميح لي هاي حديث كله مكان للاعتماد بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن الاعتضاد والمعاونة ذكر في ضمن غيره ليتبين أن الاعتضاد والمعاونة لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي حديث ضعيف حكم شرعي لم اعتمادك كأدلة صحيحة مرك الله كانوا ولكن كانوا ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار وأنا مثلا علماء يسكوها فقصين إن حوتش الله كانوا خبرا صحيح عين ترجيح لفتي سنو حواني الله كانوا مركبوا من هذا الطريق شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب حديث كانوا ممكن للاعتماد محو كاني للاعتضاد خبر كان ماها خبر ضعف قيسو وشديد ياهي وابن الله يعا سند كوكتشرو لأن نسي الحفظ يبا كتشرة مركا حديث مركا منكرة أما موضوع معها هل مثلا سبرا رجلية حديث كستوه ضعيفة ميالا الشريحي كرا فوائدي مسائل لقصو صاري كرا جوابتوا ما كتاب كرا تلبيس بيان التلبيس الجهمية الشيخ الإسلام ابن التيمية رحمه الله تعالى مسألة ذاك قال خبر كادين له أقاده إنه كذب ياهي بان موضوع إنه ياهي شديد الضعف إنه ياهي إنه مد الله شرحه ولا على تقدير الصحة إنه كسو قاضي إنه صحيح ياهي واحد نعكرته إنه صحيح ياهي مركوه إنه شرحه إنه فوائد بينه كسو صار إنه تسوى غلط بولي إذا تبين كذبه هو أنه موضوع شديد الضعف إلا يسكال الله الله بويا وإذا الله شرحه فوائد لك سوى صار ضدك غير كتبا 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 لأن المنافق يحل يؤذي المؤمنين مؤمنين تدبي صظاهر كوائل عرب كيسا كدباي وشاس شاس يوح الله ميدا مسلمين توكو سميني وإنه قعان كدبا أما ودلو تاسبين شرين الصورة قال ما المنافقين تتالق ما أقول وقت جيس حافظا نستغيث برسول الله معنى دوام حي معنى نطلب منه أن يمنعنا من أذى هذا المنافق رسول كان ويدي سنه
منافقا دبكي سائن ونقعلي لا يستغاث بيب ومركا حديث كوحي لي رسولك عليه الصلاة والسلام وقلت شوابي مركا واحد السويدين كرا حديث كان استغاثة النبي قو أنفي وامح على فرض صحته مدام آن وهاين حديث بيني مديسو أي عداطي استغاثة النبي قو أنفي وامح لبقى قول بعلماء كلهم قول الكواد حيل أن الاستغاثة المنفية في الحديث الاستغاثة الخاصة بالله استغاثة واتي هيد مد بنان يمد عن بنان صح واتي بنان تاني وهي الاستغاثة بالحي الحاضر فيما الاستغاثة الخاصة بالله واتي بنان والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وإلهي عدان هيني لقبر إيوه دي بلاهي ما يلعدك الآن وكاد القاضي كرين وكاد القاضي وطاس والله يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله معنوه السلاس بلاه ومركا واحد نقول إنسا الصحابة وإلهي ما يلعدك الآن أودين إني رسولك ويديستين ها والرسول عليه الصلاة والسلام ما أود هين منافقا إنه كعليه على ما كان له قدرة على منع هذا المنافق من أذى المؤمنين أو من إيذاء المؤمنين رسولك أود وما الله هين عدك لبا أودها والله هاته منافقا ببكي سينه كعليه مؤمنين أود وما الله هين رسولك شرط يقول محوها الاستغاثة حجائس نغنيسي إذا كان استغاثة بالحي الحاضر فيما لا فيما يقدر عليه بخصوصه وكوة كلبها أوداني قفكو حنا تكبر يساد دانو إساقو أودين محين نغنس الشرك بين نغنس قفكو عيد آنو إنو كاعلي آنو أودو اللهين ذات ترى إقعلي ونبكي سيقد دفاع شرك بين نغنس مركم واحد نقول إن الصحابة على هذا القول إن كل عين انحراف حقدية ما يا الصحابة واحد إلهي موعد كلامه أود المي ويدي سنتين مخلوق واحد كل عين ظن خاطئ تقدير خاطئ واحد أملين ينيوم إنه رسولك عليه الصلاة والسلام أود ولا يهاي منافقا دبكي سينو كعليه وين منافقا دبكي سين العليا ما هالشيء إلهي موعد كلامه أودين ووح مخلوقات كقاركودة أودي كرا لكن رسولكم بالمركن أودها يقول لي قول كري تقدير كخاطئة أقفكم مسألة وصوقاته وصالحان وصلا هذا مخلوق يعني وح هو أودها قفك النول كلتشوغا وح هو أودها وصلا هذا لما نشلم بهاين أقول تمرك صاحب كتري بس كيقبح ما هدارو شلم باين ميك مسلاسي كميت هاي فيما يقدر عليه بخصوص ما يكمد ما هدي سو ما أوده دي للعقب معي لكن متك لو أوده ومخلوق ولا هلي مالك واحد كل عدم من انحراف عقدية باع وحلقورانا يا استغاثة بغير الله يا الشرك يا بات كل عدو انحراف عقيدات كل عدو ما يعد ظني خاطئ يا بات كل عدو واحد وما ليس يقف كري انو العقدان هايو كسين كراد وما ليس صحيح وصاصو كلام ان بدلنا التاسويد عجرت فاطمة رضي الله عنها رسولك أبيه هذا واتيوتيم يده ويدي سنيسة خادم نبي يقول خادم ماهين تقدير يظن خاطئ أوي لكن انحراف عقدي ما هو آمنتي مخلوق إلا ويدي سنك روحان أودي ضمرك رسولك رسولك عليه الصلاة والسلام كذل بي إنه بيلك وسيادي يق واحد سلاه هو أودا وظني ملخ الضم بيكون عين لكن انحراف عقدي يكون يدعي وعلمي مرك الأشعريون أوي ما دليل الجهاد الله بحي ويرادين رسولك الله والنصي قادين قالوا كل شيء هذا انحراف عقدي معه وما اعتقاد إن مخلوق لو يدي سنكر وحان وأودين لكن واحد إسلاعي رسولك هو أودا وإسلاعي كلمة مثلا سيكا خلطان وفي اعتقادي إن مخلوق لو يدي سنكر وحان وأودين يقف تاني اعتقاد سليل لكن أم ليهي ها إنه أودو وظني خاطئ أكون عاي ركوا على هذا شغل الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكف السري قولك كلوح الله يا هاي مايا نفي الرسول كل الله يستغاث به
ومن باب التأدب مع الله في اختيار الألفاظ. وأريقا استغاثة لفظي أهان أي رسول كديد إما هين رسول كديد دناوح أود إلا ويديستو. وجواز أصل الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه بخصوصه تمام في الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا الطريقة ومراء الإمام محمد عبد الوهاب ينبضنا الشراح والكتاب كميدا سايشن وين كوارك الدورنا عليهن صحابته رسول كوحه أودابي ويدي سري بخصوصه وأوده منافقه وكعلي كريم إلا يستغاث بوحوري من باب التأدم على الفاظ. اللهم أغثني يا رسول الله أغثنا يا أورنينا يا رسول الله أغثنا لفظي هان هو أورنينا لكن واحد لفظي هان وترى هذان اللهم أغثنا وإلا بدا قول بعلماء يكو حنبارين إما ترتع التري وحو الدليل ياهي الاستغاثة بغير الله إن محرمت مطلقا وحديث كود دلشت قل إن كمركا قبوريين تآمنسان إن مخلوقات كوحو البلا ويديسان كرمرا دي اعتقاد الروبية أرنتو هاي كمرا انتهاي هاي حديث كنكا قد شوابين قاركود وحي كقد شوابين إنو حديث كو ضعيف يعني وهذا غريب وحوران كرتا صوتي قاديقو بيدوا ضعيف سيدو هذا الكود هاس غريبي وهذا الكود هاس غريبي يعني مسائل الاعتقاد والتوحيد حديث موضوع يكو ضعيف جدا هي قصص إسرائيلية يكو وكلة وصل يراد تونا الله هاين أيه كل إنسان. مركمين غريب نقول هاين حديث ولي بالضعف يجلس ومحتمل ياي. مرك أي كت شوابي يعني إن القوي رسكير هذان وضعيف. بقول لك إن حديث هي قصة موضوع أصل الله هاين الدليشان إنسان مركم حين نقول يا بير نقول ده صار أسوأ تاس. أركض نوحي رادم أصير علوي مالك وكت شوابي كتاب كيس مفاهيم ينبغي أن تصحح. وحانا جوابتا اوغو هرهي البكري وانا جواب لياب له وعيدا دين معان وحوية لا يستغاث بمع اعتقاد الربوبية فيه والتقدير وح كنسان يابا انو تشرين بحديث قليل انيقا يغاثو يدي بسولين لايقا مدى البو هدي اي لصعطو ان لايقا اميني انيقا صفات الربوبية. ما حين نقول صادق. إلا رأى الصحابة الروايات قارك وحق صار وري قف كرسول كسؤال شو يديره أبو بكرها. صحابة أبو بكر وهو الرئياء. إن النبي كاعتقادين أنه رب. أما صفات الرب إنه لي. رسول كنا تاو أنفي. ومعني لا يستغاث به مع اعتقاد الربوبية فيها. وارواحد إغاثي ويديستين إذن كو إيقا اعتقاد سن صفات كالرب إنا لا يحي أبو بكر ويا صحابة كلام تاسنا وطعن وقدح في الصحابة لا يتصوروا من الصحابة في الصحابة ذلك وح الصحابة القصورة يسا كرمه إن اعتقاد سنة النبي يقول رب يعني أما الصفات كالرب إنا لي قال كودنا وحي لهدين لا يستغاث به معنى ذو حوية أنا إيقا هدي لا يقدر بق أول ويديستو دب إلى سوليو في الحقيقة أنا قال لي ما ويديسني إلهي بل ويديسني ساسو رسولك وشيد وقف كأنا قا إغاثة يقدر با لفظا أنو يقدر بيا لكن حقيقة إلهي بقدر بيا تاسينو باطل ظاهر كحديث كلفظ جيسان أوافق سرين وحي نقول سادين النبي يقول إنا أنو الاستغاثة بأنو أنفيني بي وسقي أو الله الاستغاثة بي وبالتوحيد الحديث كنا وحد تلامي النبي يقول إنه أنفيني على استغاثة به والنفي رسولك هو قابلي تاس أي حديث كحويان وتصنيع على كل حال لبعض معنا بوا محتمل إلا يراهضه صحابة وحي أم لين النبي يقول إنه أود ولا ينكا إنه كعليه حقيقة أن أود أم الله هين استغاثة وأنفيني أنا وحي إنه أود الله هين إلا قد البؤ اللي ويدست يا إلا هذا ما يوحى النبي قال قد البيوح قبان كره وود ولا يعيبها لكن وحى النبي جوا أنفيه من باب التأدب مع الله في الألفاظ الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.